أهلا بكم مشاهدينا المملكة العربية السعودية وهذه العلاقة الأزلية بالسودانيين. سعيدين جدا أنه يكون معنا في هذه المساحة الشاعر عبد اللطيف بن يوسف من المملكة العربية السعودية. صباح الخير. صباح الأنوار، صباح الشروق. مرحبا بك في السودان حفيد شيوخ عكاظ، يعني أيضا واحد من أهم المنابر في الشعر العربي الفصيح قديما وحتى حديثا. سعيدين أنك تكون ضيفنا في السودان وفي مهرجان الخرطوم للشعر العربي. نتحدث عن مشاركتك في هذا المهرجان، بالنسبة لك ما هو الملفت في هذه المشاركة وفي هذه الفعالية قياسا على فعاليات أخرى أقيمت ربما في المملكة أو غيرها من البلدان العربية؟ يعني هو الملفت، أن الملفت هو كونها في السودان للأمانة. يعني السودان بلد مدهش لنا من ناحية الثقافية ومن ناحية الإبداعية. دائما دائما كل ما تذهب في السودان تجد مبدعا، تجد ومنطقة للاكتشاف وللدهشة، وهذا الشيء موجود حتى عندنا في السعودية. يعني احنا عندنا جالية سودانية كبيرة. نعم. فأنا شخصيا كنت دائما متشوق الذهاب للسودان، لأني كل ما ألتقي بسوداني مهما كان عمله في أي يعني مجال موجود، تجد هناك كم ثقافي هائل تستفيد منه وتتعلم منه. فذلك شوقنا أكثر إلى الاطلاع على التجربة السودانية، زيارة المصدر نفسه، زيارة المصدر. خاصة أن كل سوداني، وهذا شيء يعني ملفت يعني ينبغي أن يقال، أن كل سوداني يحمل وطنا كاملا معه أينما حل. فلذلك يعني أن تلتقي بالوطن الأصلي كان شيء جميل. لما وصلنا إلى السودان كان الجميل في مسألتين أساسيتين، هي أول شيء كثرة المبدعين، وبعدين حسن التلقي. هذا مهم، الجمهور اي حسن المستمع. التلقي لانه هو اللي يكمل دائره العمليه الابداعيه. صحيح. فان كان هناك من من تفاعل من, الجمهور. من يسمعك بشكل جيد، تجد نفسك تطور من ذاتك. فهي بيئه خصبه، كما ارض السودان خصبه بالزراعه والفاكهه اللي على مدى يومين، يعني كنا ناكلها فاكهه استثنائيه. فهي كذلك ارض خصبه للشعر والادب والثقافه. لك التحيه، وانت في بيتك الثاني بالتاكيد، ويعني حللت سهلا في السودان. وخلينا نتكلم عن شكل المشاركات في هذا المهرجان بالنسبه لك، ومن ثم ناخذ قصيده او شكل من اشكال القصائد بتاعتك. شكل المشاركات بالنسبه لي، انا كنت قدمت في الافتتاح، فحاولت طبعا يعني ان انتخب يعني ما استطيع، وهذه طبعا عمليه صعبه لاي شاعر، ان قراءه الجمهور صعبه في المره الاولى، ان يقرا الجمهور اولا وان ينتخب ما يستطيع ان يضعه في 10 دقائق، لانك احيانا تحاول ان تقسم على مساله هندسيه، يعني معنى انه كم طول القصيده. صحيح. فكيف انك انت يعني يبدا الموضوع ليس عمليه الشعر بقدر هذا النوع من التنظيم الاداري لاداره الوقت هذا القصير. فقرات 3 نصوص، ويعني كانت الحمد لله يعني تلقوها بشكل رائع جدا، وما زلت الى البارحه اسمع يعني الكثير من الـ من من, من الـ الشعر الجميل. ولفتني وكنت يعني اطلب من الشباب الاستماع للشعر المحكي السوداني العامي. فاستمتعت يعني. كيف وجدت الشعر العامي السوداني؟ رائع، مختلف حتى على مستوى الإيقاع، على مستوى ويتميز السودان بكونهم طبعا في شق أفريقي وهناك شق عربي، فهناك يعني مزيج ما بين الاهتمام بالإيقاع يعني والإيقاع المختلف. فكان هذا شيء مميز، بالإضافة إلى أن يعني مشكورين كثير من الشباب اللي معنا كان يفسر لي بعض الكلمات، لأن هذه إشكالية أحيانا، خاصة من فن مثل فن اللغات العامية، يعني إيه أن أنت تحتاج أنك تفك الكود. لو فكيته الشفرة هذه تبدأ تدخل أنت إلى مزاج هذا، تستمتع بعد هذا القصائد. واحد من أشكال الشعر الشعبي اللي يحبوه يعني أصدقائنا في السعودية وأشقائنا في السعودية، الدوبيت اللي هو أربع أبيات. نعم. برضه هو محبوب يعني ومستساق. نسمع قصيدة. طيب، أنا يعني حاولت أن أجهز نصا، لكن سأقرأ نص عنترة يموت. لا ينتهي موتي وما لي أول، وغدا إذا شح القتال سأقتل. فإذا رأيت الخيل يا ابنة مالك تجري بوادي القريتين وتصهل، لا تسألي كم فات كم مات،
وكم الصمت أفصح والتصبر أجزل. الخيل تسبيح الرياح مخببا وصلاتها في الخطو لا تتأول. الخيل فاتحة الكتاب لنا بها في كل يوم آية تتنزل. آن اعترافي إيه عبلة كلنا للحرب قوت كلنا نتسول. فالطعن قد يرث الفخار وضربة بالسيف تعدل ما نقول ونفعل. الموت جار الخائفين الغارسين رؤوسهم والعمر يذبل يذبل. فالعمر ميقات وحربك ساعة بادر زمانك فالكريم الأول. طال انتظاري للرحيل فمد لي يا موت غيبا أو عدوا أجهل. لا ترهق الملكين يا نزقا فها كل الصحائف بالخطايا ترفل. سيكون ما سيكون دعها إنها مأمورة سلفا وأنت معطل. جئنا على الأقدار دون إرادة وكذا تعللنا كذلك نرحل. لسهيل بوصلة الجنوب وما لنا غير الجنوب وليس عنه تحول. يا سابقي ما كان جرحك هين لكن خطوك في الفجاج توكل. دع للسنابك رحلة تختارها مزق لجامك ثر فوحدك أبسل. وانفض عن الظهر القديم سروجه حرم ركوبك فالرجال ترجل. الأرض مقبرة الرجال فلا تطأ شبرا فما في القاع ما يتحمل. بلغ عبيلة أن عنتر غادرت زفراته وبكل ناي يسعل. بلغ عبيلة لم أشأ تقبيل بارقة السيوف لأن ثغرك أجمل. لولا سواد المر ما كنت الذي الموت يسأله الخلاص فيوغل. لولا سوادي لم أكن حيا ولم أختر لموتي لحظة تتنقل. يا سلام جميل جميل. من الأغدار الجميلة أن نلتقي بهذا الجمال في هذه المكانة الشعرية ونحدث عن الزمان والمكان والعلاقة الشعرية بين الاثنين عندك. مرة أخرى كتابة الشعر هل لديه علاقة بالزمان والمكان عندك؟ يعني في الكتابة طبعا في أحوال يعني معينة فأنت يختلف الأمر بمسألة أنت كيف يعني تتفاعل مع المكان والزمان. نعم. لكن الطقوس الكتابة التي يعني تحدث عنها البعض أنت بالنسبة لك ليست هناك طقوس الكتابة. القصيدة تستدعيك أم تستدعيها؟ ليس هناك طقس بقدر ما أنه يعني هناك يعني من التجربة الواحد يكتشف أن القصيدة تكبر في رأسه. يعني أنا لا أكتب القصيدة يعني حتى تنتهي فأدونها. يعني عادة تأتي على طرق السفر وعلى على على المشي في مثل هذه الأشياء. لكن لا هذا 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 من التجربة ليس لأنه طقسا يعني معينة. نعم تحية لك ويعني تنتظرك قراءات أخرى من خلال المهرجان. احنا سعيدة بوجودك معنا عبد اللطيف بن يوسف من المملكة العربية السعودية. شكرا لك. نتمنى انك تزور السودان والخرطوم مرات ومرات. شكرا لك. بإذن الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة وسعيد جدا بهذا البرنامج وهذا القناة. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك.